اهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين قناة جي اس فور وي، الدرس الخامس من الدورة المجانية لتعلم على برامج الارك جي اس بثلاثة مراحل. نكمل شرح مجموعة صناديق الادوات، والشرح راح يكون نظري وترجمة لوصف الادوات بالاضافة الى شرح عملي لبعض الادوات. في عنا مجموعة الادوات او الداتا مانجمنت تولز، تم شرح مجموعة ادوات وصناديق. وصلنا لعند مجموعة الأدوات اللي عندنا هون خاصة بإدارة القواعد البيانات. احنا بنقدر نعمل تحليل لمجموعات البيانات الداتا سيت يعني، وبنقدر أيضا نحفظ هاي القواعد البيانات، وأيضا نقدر نكون بإنشاء مستخدم للداتا بيس، وبنقدر نقوم أيضا في مجموعة أدوات بتساعد في إدارة قواعد البيانات الجغرافية والداتا بيس. في عنا مجموعة أدوات الشبكة الهندسية. طبعا الاستفادة من هاي أو من مجموعة هاي الأدوات، يجب أن نقوم بإنشاء الشبكة داخل الداتا سيت بهاي الطريقة. عنا قاعدة بيانات معينة فيها داتا سيت، نعمل نيو جيومتريك نتورك، نختار طبقة النقط واللاين. طبعا النتورك أو الجيومتري نتورك راح يتم شرحه بالتفصيل في المرحلة الثالثة، لكن عندما انشاء او نقوم بانشاء هاي الشبكة بنقدر نتحكم من مجموعة الادوات. عندنا مجموعة ادوات خاصة في الرسم او الرسم البياني، بنقدر ايضا نحفظ الرسم البياني على شكل صورة او على ملف PDF مثلا. في عندنا مجموعة ادوات خاصة بفهرسة الظواهر داخل الطبقات، نضيف ونحذف. في عنا الجوينز مثلا كما تم شرحه في المرحلة الأولى، مثلا لو دخلنا على open attribute table على طبقة معينة، في عنا الجوينز and الروليتس طبعا تم شرحهم المرحلة الأولى من تعلم RGS بثلاثة مراحل. عنا في التول بوكس الموجود عنا هون نقدر نضيفه أيضا من خلال هاي الأدوات. أيضا في عنا مجموعة أدوات لإنشاء وإضافة مجموعة بيانات لاس. في عنا مجموعة أدوات أو مجموعة أدوات خاصة بالطبقات أو خاصة في عرض وإضافة أو تحديد الظواهر من داخل الطبقات، أو نقوم بالسؤال عن ظواهر معينة وإخراج هذه الظواهر على طبقة جديدة أو نفس الطبقة. نقدر نعمل select attribute لطبقة معينة من خلال من هذول الأدوات. طبعا نختار هون نوع السليكشن كما موجود عندنا احنا هون، عفوا اي سليكشن، عندنا هذول كيف نختار تحديد جديد او نضيف على تحديد وهكذا. اذا بنسأل احنا الطبقة، مثلا احنا بدنا نعمل سليكت لجميع الشوارع من تصنيف باء مثلا، الأداة بتعمل لنا سليكت وغيرها من الأدوات، الكويري الاستعلام وإخفاء وإظهار طبقات معينة. أما بالنسبة لمجموعة أدوات الباكج كما تم شرحه أيضا، الباكج ماب والباكج على ملف معين أو على طبقة معينة. في عنا مجموعة أدوات لإضافة الصور على الظواهر موجودة عنا داخل الطبقات. في عنا الإسقاطات والتحويل من نظام الإسقاط من إحداثيات معينة لإحداثيات ثانية، فيها أيضا صندوق خاص في الراستر نقدر نعمل ميرور مثلا لصورة معينة، وريسكيل وغيرها من هاي الأدوات التحليل. لكن في عنا صندوق آخر مختص في الراستر بيكون بتحليل وتعديل والشغل على المرئيات والصور الجوية وتجميع أكثر من صورة إلى صورة واحدة مثل هاي الأداة الموجودة عندنا. هاي الأداة بتقوم بدمج أكثر من صورة جوية في صورة جوية واحدة، وغيرها من الأدوات المختصة في الراستر. في عنا مجموعة أدوات بتقوم بإنشاء العلاقات بين الطبقات والحقول والجداول. في عنا مجموعة أدوات
خاصة في إنشاء الشبكات من خلال أوتبوت بولي لاين أو بوليجون أو نقاط عشوائية. نقدر نحن سريعا نعمل شبكة، نختار مكان الأوتبوت، نسمي الأوتبوت مثلا دي دي، التمبليت إكستنت يعني نقدر إحنا نختار أو نكتب حسب المسافة أو المساحة اللي عنا، نختار مساحة معينة نكتب الشمال والجنوب والشرق والغرب، أو نختار من مساحة أو مضلع موجود عنا. هاي سحبنا هاي الطبقة ووضعناها هون، تعرف البرنامج لحاله على مساحة الإكستنت الشغل. عنا حجم الخلية أيضا مهم جدا، إحنا بدنا نكون مثلا المربعات البلغون راح تظهر تكون 2000 متر ب2000 متر. نختار بولي لاين او بوليجون، نجرب على البوليجون، نعمل اوكي، ظهر لنا طبقة نقطية وطبقة بوليجون. نخفي طبقة النقاط، طبعا النقط تلقائيا تيجي في الوسط، في وسط المربع او الشبكة. طبعا المسافات هيها 2000 ب2000 المربع كما تم ادخاله. ننزل طبقة البوليجون من الشبكة، تظهر بهاي الشكل مثلا، نقدر احنا او خليها نعمل سمبل معين. ايضا هاي الشبكة بنقدر او هذه المساحة المعينة نقدر نعملها نقاط، نختار الاوتبوت والاكستنت، نختار مثلا ايضا نفس الطبقة اللي وضعناها. نقدر هون شغلات نقدر نضيفها اختيارية، نقدر من خلال الفيلد نحط مسافة معينة، نختار اليونت الوحدة، نعمل اوكي، بيظهر عندنا مجموعة نقاط عشوائية داخل المساحة او المضلع او الطبقة اللي ادخلنا عليها الاكستنت. ايضا في عندنا اداة ثانية بتقدر تنشئ لنا نقاط على الانبوت فيتشر اللي ادخلناها، مثلا نحكي له الفرق او المسافة بين النقطة والنقطة 2500 متر مثلا، راح تظهر عندنا مجموعة نقاط على الحد البوليجون اللي احنا ادخلناه. نخفي الطبقة اللي في النص النقاط، ظهرت عندنا النقاط هدول. طبعا المسافة 2500 بيحسبها البرنامج بشكل دقيق جدا. عندنا مجموعة أدوات خاصة بالسبتايبس، طبعا احنا في المرحلة الأولى تم شرح السبتايبس والدومينز، أما عندنا في التول بوكس نقدر ننشئهم من خلال مجموعة أدوات ونعدل ونضيف ونحذف. في عندنا مجموعة أدوات خاصة بالجداول، بنكون بتحليل إحصائي للجداول ونسخ وحذف الصفوف مثلا، وإنشاء الجدول وغيرها من أدوات لتحليل والتعامل مع الجداول. فعنا أيضا مجموعة أدوات لتصدير واستيراد وإدارة التايل كاش، وأيضا فعنا مجموعة أدوات التوبولوجي كما تم شرحه في المرحلة الأولى. أيضا من خلال أي قاعدة بيانات نقدر إحنا نعمل رايت كليك على الداتا سيت نيو توبولوجي، وندخل مثلا الاسم، المسافة التوليرانس اللي هي أقل مسافة بين النقاط الفيرتكس، نختار الطبقات والشروط، ونعمل كثير شغلات بتخص التوبولوجي. أما في التول بوكس نقدر إحنا من خلال عندنا فايل جواته قاعدة بيانات وجواته داتا سيت، نقدر إحنا نعمل جريد توبولوجي وبعدها نضيف طبقات معينة ونضيف الشروط المعينة، ونضيف أيضا قيمة التوليرانس، وايضا نضيف او نعمل اظهار او تفعيل للتوبولوجي، ونحذف بعديها بعد ما نخلص نقدر نحذف رول معين او نضيف رول اخر، ونضيف او نحذف طبقة ونعود نضيف طبقة اخرى. نقدر ايضا نعمل تصدير لاخطاء التوبولوجي اللي تم اكتشافها من خلال مجموعة الادوات اللي عندنا. اما مجموعة ادوات الفيرجنز، طبعا احنا لما يكون في عنا او نكون شغالين في داتابيس كونكشن
وعندنا أكثر من مستخدم، كل مستخدم بيكون له فيرجنز باسمه، يعني صلاحيات للمستخدمين انه يضيف او يحرر او بيقدر انه فقط يشوف الداتا، وشي بيقدر يعدل من خلال هدول الادوات. اما اخر مجموعة ادوات خاصة في مكان العمل، نقدر نقوم احنا بانشاء داتابيس مثلا وملف فايل عادي نيو فولدر يعني، وايضا نقدر ننشئ قاعدة بيانات جيو داتابيس وبيرسونال جيو داتابيس وغيرها من الامور المختصة بمساحة او مكان العمل والشغل، اي مثلا انشاء ملف قاعدة بيانات او انشاء البيرسونال جيو داتابيس او داتا سيت وغيرها من هاي الادوات. وصلنا لنهاية الدرس الخامس، وبتمنى من الجميع انه اخذ فكرة او ترجمة لمجموعة الادوات والصناديق الموجودة عندنا، ونكمل في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.